المهمة في شخص سوري ملقب بالعصفور بروج مخدرات بمنطقة البدوينة. نط على يلا. وإذا صار اطلاق نار؟ ربنا نرفع مصدر النيران أكيد. موقف معي انا حقدم دغري. لا بسرعك بتبيع. لا سيدي لصالح مين؟ صالح انا قد بيعت اليوم تقريبا في يعني هلا صار مطلوب بناء على الاعترافات بناء على المخدرات. نحن ان شاء الله باذن الله يعني ما في تشل مخدرات بيزمط منا لان هذا الزلمه عم يبيع سم. جرم مشهود 3-9 الا ربع المساء على الام تي في.